عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني خليلي أن لا تشرك بالله وإن قطعت وحرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدة. ونرحب الآن الضيف الكريم فضيلة الشيخ أبو الحسن خالد محمود الحذيفي بترحيبات عاطرة. ولا نقول إلا بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء. وكذلك نشكر أخانا الفاضل محمد عقيل حيث تشرف وشرفنا بقدومه، ونشكر شكرا جزيلا من فائداء القلب الجلال فزيلة الشيخ أبا الحسن خالد محمود الحذيفي، ونرجو منه أن يتشرف إلى المنصة مع جزيل الشكر وينصح أبنائه وطلابه.